طب الزميل بدر الفايز يقرأ في تاريخ حسن عبد الغني. وحاولت كلماتي الوصول لمستوى يليق به، بما قدم، بما ضحى، بما سافر وتنقل وواجه وجابه وتعب وركض حتى أجهد الجهد. عام شهد بزوغ نجم جديد على خارطة كرة القدم السعودية. شاب متقد الروح، مفعم بالعزيمة، مرفوع الهامة، منتصب القامة. الاسم حسين والفعل غني بكل ما يشتهيه عشاق المستديرة. ربع قرن من العطاء، مسيرة جابت الكرة الأرضية من شرقها لغربها، محطات وذكريات لا تنسى، مواقف مؤثرة حفرت في ذاكرة الجماهير السعودية. بطولة الصداقة في عمان كانت أول مفترق للطرق في حياة حسين عبد الغني، حين حوله المدرب محمد الخراشي من مركز الوسط للظهير الأيسر. عام 96 ميلادية الفتى الذهبي يبرز في تصفيات أولمبياد أتلانتا بهدفه الذهبي الذي منح الأخضر بطاقة التأهل للأولمبياد العالمي للمرة الثانية. وفي ذات العام كاد أن يشكل إبعاده في نهائي كأس الأمم الآسيوية أثراً عكسياً على مسيرة الشاب الموهوب. لحظات مؤثرة وعصيبة أنهاها تتويج الأخضر لمحطة فرح في مسيرة أبو عمر. ألف وتسعمائة وثمانية وتسعون، حسين عبد الغني يشارك مع منتخب نجوم العالم على هامش الاحتفال بقرعة مونديال كأس العالم في فرنسا الذي شارك به أساسيا. 2002 في آخر لقاءات التصفيات النهائية أمام تايلاند كان هناك شكوك حول إصابته برباط صليبي، ولكن التشخيص كان غير دقيق ليشارك الظهير الأفضل في آسيا في مونديال 2002 في كوريا واليابان. الخبرة تزداد لدى صاحب الرقم 24 ليصبح قائدا ثانيا في تصفية مونديال 2006. ورغم عديد الإنجازات التي عاشها وساهم في تحقيقها مع ناديه الأهلي، إلا أن قصة خروجه منه لا تزال طي الكتمان. أما مع أنديتنا المحلية فكان حسين قنديلاً يضيء طريق كل الفرق التي شارك معها، وله مع كل ناد حكاية، ولعل روايته مع فارس نجد هي الأكثر تعقيداً. فمع انتقاله للنصر أصيب بالرباط الصليبي ليغيب طويلاً قبل أن يشارك لأول مرة أمام فريقه السابق الأهلي، لتشهد مدرجات الملز ترحيباً كبيراً واحتفاءً غير طبيعي بالنجم الكبير. وفي قصة الفتى الذهبي مع مدرج الشمس فصول لا تنسى،
مطرزة بمداد من ذهب البطولات، لقبان للدوري وكأس لولي العهد داوى فيها آهات العشاق، وعادت معها شمس العالمي من جديد للإشراق. كل هذا قبل أن يعود لعشقه القديم وبيته الأول الأهلي ليختتم ما بدأه ويضع نقطة آخر سطر الحكاية الجميلة للاعب من زمن الأساطير، من وضع هيبة وقيمة للرقم 24. ها هو يختتم مشواره بعد 24 عاما من العطاء والولاء والوفاء لكرة القدم. شكرا، شكرا حسين عبد الغني، شكرا على كل شيء. بدر الفايز.